coordinate systems in three dimensions. هلا الأشياء اللي عملناها في بعدين بدنا نعممها لثلاث أبعاد. فأول شيء راح نتعرف على أنظمة الإحداثيات في ثلاث أبعاد. بهمنا نظام واحد هون. راح نأخذ الكارتيجن كوردينت. ما بهمونا الثانيين. هذلاك مستويات أعلى تأخذوهم بالسنة الثانية والثالثة. هلا بهمنا إذا بس الكارتيجن كوردينت سيستم بثلاث أبعاد. The cartesian coordinates in three dimensions and the right-handed coordinate system. هلا في عنا إشي بنسميه إحنا نظام الإحداثيات اليميني. هذا اتفاق نتفق نستخدمه. العالم كله بيستخدم هذا النظام. نتفق نستخدم نفس النظام. أول شيء the first choice. هلا إحنا شو كنا بنعرف لحد الآن؟ X و Y. بدنا نضيف بعد ثالث. وين راح يكون؟ Z اتجاهه لوين؟ خارج من الصفحة. هلا متجهات الوحدة اللي عنا كان عنا I hat مع ال X, J hat مع ال Y, شو راح يصير هلا؟ K hat مع ال Z axis. طب شو يعني right handed coordinate system؟ هلا بنتفق لما يتحرك counter clockwise انه ال X بيروح لل Y, ال Y بيروح لل Z, وال Z بيرجع لل X. يعني هيك لو تحركنا counter clockwise الاكس راحت لمين؟ للواي. هلا الواي بتروح لمين؟ والزي بيرجع لمين؟ للاكس. هذا النظام هذا الترتيب بدنا نحافظ عليه. ممكن نغير اماكن هذول الكوردينتس لكن هذا الترتيب ما بنقدر نغيره, لازم يضل نفسه. هيك صار في عندنا كم خيار كمان للكوردينت سيستم؟ كمان خيارين. The second choice. اذا الخيار الثاني بمكان نغير الاكس مع الواي بصير بهذا الشكل. الاكس للاعلى, الواي خارج من الصفحه, والزي الى اليمين. شو لازم نثبته؟ لما يتحرك كاونتر كلوك وايز الاكس بيروح لمين؟ للواي, الواي بيروح للزي, وزي بيرجع للاكس. هلا صار عندنا كمان خيار ثالث, ذا ثيرد تشويس. طلع فيهم هون الاكس هو اللي خارج من الصفحه والواي على اليمين, زي الى الاعلى. نفس الشيء اكس بيروح للواي, واي بيروح للزي, وزي بيرجع للاكس. هلا الخيار الاول والثالث هم الاكثر استخداما, الخيار الثاني نادر استخدامه. احنا راح نستخدم الخيار الثالث في البدايه, لما نوصل للروتيشن نرجع نصير نستخدم الخيار الاول. فيكتورز ان 3 ديمنشنز. هلا كيف احنا بلشنا بالمتجهات في بعدين؟ اول شيء تعرفنا على نظام الاحداثيات, اخذنا الكارتيجن كوردينت سيستم وحكينا عن كيف نحدد موقع نقطه في بعدين. فاذا بنفس الاسلوب اول شيء راح نحدد موقع نقطه في ثلاث ابعاد, بعد هيك راح نتعرف على متجهات في ثلاث ابعاد. The location of a point in three dimensions. Consider a point in three dimensions. هلا هاي نقطة في ثلاث أبعاد, كيف بوصل لهذا الموقع؟ بمشي باتجاه الإكس, هناك مشينا باتجاه الإكس بعدين باتجاه الواي صح؟ هلا من نهاية هاي النقطة برجع بكمل باتجاه الواي وبكمل هلا باتجاه مين؟ باتجاه الزي. هيك بوصل لموقع النقطة اللي هي إكس واي زي. طيب هلا بدنا ناخذ متجه بثلاث أبعاد. Vectors in three dimensions. Consider a vector in three dimensions. هذا متجه A. ونذكركم احنا هناك شو حكينا؟ انه اي متجه في بعدين يمكن كتابته على شكل حاصل جمع متجهين, واحد مع الـ X واحد مع الـ Y. هلا شو راح نضيف عليه؟ واحد مع الـ Z. اذا شو بنحكي هون؟ Vector A can be written as a sum of three vectors. اذا صار عندي ثلاث متجهات, واحد مع الـ X نبدأ فيه, الثاني مع الواي, والثالث راح يكون مع مين؟ مع الزي. هيك شو بنقدر نكتب؟ A as a vector شو بيساوي؟ AX as a vector plus AY as a vector plus AZ as a vector. طيب ما هو الـ AX والـ AY والـ AZ بإمكان نعبر عنهم بدلالة مين؟ متجهات الوحدة صح؟ إذا كيف بصير المتجه؟ A بساوي AXI hat plus AYJ hat plus AZK hat. هلا من هون احنا دائما المتجه شو بيهمنا؟ Magnitude والDirection. Magnitude شو كان معروف معنا ب 2 dimensions؟
تحت الجذر AX تربيع زائد AY تربيع، شو راح نضيف عليه؟ فإذا الماجنتيود square root of AX squared plus AY squared plus AZ squared. طيب هلا بالنسبة للديركشن، هون راح نحدد فقط زاوية، وانتبه مع مين الزاوية راح نقيسها، مع البوزيتيف X axis، مع البوزيتيف Y axis، ومع البوزيتيف Z axis. شو راح نستخدم لقياس هاي الزاوية؟ راح نستخدم الكوساين مباشرة. فكوساين ثيتا بيعطينا AX over the magnitude of A، كوساين ثيتا Y نفس العلاقة، شو بتصير؟ AY over the magnitude of A، وكوساين ثيتا Z equals AZ over the magnitude of A. هيك بنحدد الزاوية مع البوزيتيف X Y Z axis. Example: vector A is given by A equals 11 i hat plus 5 j hat minus 7 k hat. إذن أعطانا متجه، بعدين شو بحكي لنا؟ Find the angle between vector A and the positive z axis. بدنا نوجد الزاوية مع ال positive z axis. Solution: نشوف شو اللي أعطانا إياه. أعطانا المتجه، هذا هو ال A. وشو المطلوب الآن؟ الزاوية مع ال positive z axis. على طول بستخدم العلاقة تبعت مين؟ كوساين ثيتا زي، شو بتساوي؟ A Z over the magnitude of A. هلا من الشكل A Z شو بتساوي؟ minus 7 اللي هو الرقم المضروب مع ال K hat. إذا هاي ال A Z. بدنا الماجنتيود، نحسب الماجنتيود اللي هو عبارة عن square root هاي الأرقام الموجودة عنا، عوضها ل A X تربيع زائد A Y تربيع زائد A Z تربيع. هلا شو ضل عليك؟ تعوض مباشرة، و الآن بتروح على الكالكوليتر تتأكد إنه من حساب الزاوية ثيتا زي equals 120 degrees. هيك بنوجد الزاوية مع ال positive z axis. هلا راح أعطيكم exercise، نفس السؤال نفس المثال، بس شو حكى لك؟ find the angle between the vector a and the negative z axis. شو بنعمل؟ هلا بده مع النيجاتيف زي اكسس. طب ما هي الزاوية من البوزيتيف زي اكسس للنيجاتيف زي اكسس كم؟ 180. اذا شو بحكي؟ 180 ناقص 120 شو بيعطينا؟ بيعطينا 60 degrees. Algebra in 3 dimensions. هلا زي ما اخذنا الالجبرا in 2 dimensions راح نعممها ل 3 dimensions بنفس الاسلوب. فشو بنحكي هون؟ adding or subtracting vectors. لو كان عندي متجهين، الأول هو AXI hat plus AYJ hat plus AZK hat، والثاني BXI hat plus BYJ hat plus BZK hat، وبدي أوجد R بتساوي A plus or minus B. شو بنعمل هلا؟ اللي مع الـ I hat شو بنعمل فيهم؟ نجمعهم مع بعض، AX plus minus BX في الـ I hat. اللي مع الـ J hat مع بعض نفس الشيء، واللي مع الـ K hat كمان مع بعض. إذن هيك بنعمل عمليات حسابية بثلاث أبعاد بدلالة الـ I hat J hat و K hat. بنفس الأسلوب كمان R ما هو متجه، شو ممكن نكتبه؟ RX I hat plus RY J hat plus RZ K hat. الماجنتيود شو بده يكون؟ تحت الجذر RX تربيع RY تربيع زائد RZ تربيع. Example، نأخذ هذا المثال طلع فيه شو بحكي لنا. An object undergoes three successive displacements. جسم عمل ثلاث إزاحات متتالية as follows، وعطانا إياهم واحدة واحدة. الإزاحة الأولى شو حكى لنا؟ 2i hat plus 3k hat، هاي الأولى. هلا ب 3 dimensions عادة بصير لخبطة إنه مين اللي مش موجود، فبنبسط على حالنا. شو بنعمل؟ نرجع بنكتبه، والمركب اللي مش موجود بكتب مكانها 0. فهذا شو بكتبه هلا؟ 2i hat plus 0j hat plus 3k hat. هيك ببسط على حالي العمليات الحسابية. طيب الإزاحة الثانية شو هي؟ 2i hat minus 5j hat. مين اللي مش موجود؟ بنكتب 2i hat minus 5j hat plus 0k hat. والثالث مش موجود عندنا i hat، فبنكتب مكانه 0. شو بصير؟ 0i hat plus 7j hat minus 4k hat. هلا شو المطلوب كان؟ هو الإزاحة
الكلية اللي هي D1 plus D2 plus D3 على طول. هلا هذا المطلوب وشو بنحكي؟ The resultant displacement is given by. هلا اللي مع الاي هات مع بعض، اذا هذا شو راح يعطينا؟ 2 plus 2 plus 0. طيب الثاني راح يعطينا 0 minus 5 plus 7، والاخير اللي هو 3 plus 0 minus 4. هيك بنرتب هذا الفيكتور اذا طلع معنا 4i hat plus 2j hat minus k hat. وشو طالب منا؟ الماجنتيود. عشان اوجد الماجنتيود تحت الجذر بنربعهم، والاجابه هي 4.58. The unit vector in a direction of a given vector. هلا احنا لحد الان حكينا اليونت فيكتور مع الاكس سمينا i hat، اليونت فيكتور مع الواي j hat، ومع الزي k hat. بس لو بدي انا اتجاه لهو مع هاد ولا مع هاد ولا مع هاد، باتجاه متجه معين، كيف نوجد متجه الوحده بهاي الحاله؟ اول شيء خلينا ناخذ هذا المتجه، هذا متجه A، بدي انا متجه الوحده بهذا الاتجاه، فهو راح يكون مقداره بده يساوي واحد طبعا، لكن اتجاهه شو بيعطينا؟ اتجاه هذا المتجه A. فاذا A as a vector كيف ممكن اكتبه؟ هو مقدار مضروب في اتجاه، فهو magnitude of A مضروب في الA hat. انتبه انه استخدمنا نفس الرمز اللي هي الهات. اذا A hat بأي اتجاه اذا كان معروف عندي المتجه، هو عبارة عن المتجه مقسوم على مقداره. اصبحت الA hat شو بتساوي؟ A as a vector divided by the magnitude of A. ناخذ example. Vector A is given by، اعطاني المتجه A، هذا هو الـ A. هلا شو المطلوب؟ Find the unit vector in the direction of A. بدنا متجه الوحدة باتجاه هذا المتجه. فعلى طول هلا بقسم هذا المتجه A، بدي أقسم على مين؟ على المقدار اللي هو جذر AX تربيع زائد AY تربيع زائد AZ تربيع، نعوض فيهم وراح يطلع عنا المقدار هو 3. ممكن نكتبه بهذا الشكل، هذا هو متجه الوحدة باتجاه المتجه